بمناسبة عيد الشهداء وتنديدا بالدور التآمري والعدواني لحكومة إردوغان وبعض الدول العربية والغربية ضد الشعب السوري، اعتصام جماهيري لعدد من الأحزاب الوطنية المعارضة أمام السفارة التركية بدمشق. ها هي دمشق يد واحدة، ولن نقبل أن نكون موالاة ومعارضة. نحن شعب واحد ضد اعتداءات الصهاينة. تنفيذا لقرار مؤتمر الأحزاب المناهضة للإمبريالية العالمية الذي عقد في اسطنبول مؤخرا، والمتضمن تنظيم اعتصامات وتظاهرات شعبية في أكثر من 20 عاصمة من عواصم العالم تضامنا مع الشعب السوري، أقيم اعتصام جماهيري حاشد أمام مبنى السفارة التركية بدمشق. اليوم السادس من ايار بنحتفل، ما بدنا نقول اعتصام ولا شيء، احتفال بعيد الشهداء، لانه هدول الشهداء بدهم يضلوا خالدين. الرساله اللي بدنا حابين انه نوصلها للعالم انه نحن سوريا اكبر من هاي المخططات، ونحن جاهزين والجيش العربي السوري جاهز، وكل دول المنطقه والمحور المقاوم معنا، وان شاء الله راح نكون جاهزين من اليوم للدفاع عن البلد. نقول لا للتدخل الخارجي، كلمة قلناها عندما كنا في تركيا، احتضننا الشعب التركي في حين أن حكومته ترسل الإرهابيين لقتلنا، ونرى ذلك. من هنا نرسل كسوريين، نحن كشعب سوري، بأننا يد واحدة ضد الإرهاب، ضد الطائفية، ضد العنف. طبعا نحن كنا شاركنا بالمؤتمر الأممي المناهض للإمبريالية، واليوم كان صادر بيان عن هذا المؤتمر بوقفة تضامنية مع سوريا ومع الشعب السوري في 6 أيار في أكثر من 20 دولة وأمام سفارات الدول الإمبريالية، طبعا تنديدا بسياساته. سوريا تتعرض لأكبر هجمة شرسة لم يشهد لها التاريخ مثيل، وسوف نثبت للعالم جميعا أن الشعب العربي السوري قادر على تغيير وجه التاريخ. المشاركون في الاعتصام أكدوا تمسكهم بهويتهم السورية وأن سوريا هي الوطن الأم والحاضن للجميع. نعلن اليوم احتجاجنا من قبل كافة القوى الوطنية الشريفة في سوريا وقوى المعارضة والموالاة، احتجاجنا على ما تقوم به إسرائيل وما يقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. نحن جايين نوصل رسالة أنه نحن الشعب السوري بكل أطيافه وحتى بأحزابه الناشئة، نحن كلياتنا وطنيون بامتياز، وسنقاوم كل أشكال الاستعمار والهيمنة والإمبريالية. هذا اعتصام أمام السفارة التركية بمناسبة 6 أيار. هناك 22 دولة تجتمع في هذا اليوم لتناصر سوريا. طبعا هذه الوقفة التي نقفها كاتحاد شباب الثورة وبالتنسيق مع بعض الأحزاب الوطنية في سوريا هي استنكارا لسياسة أردوغان وحكومته التي تدعم الإرهاب والتي سوغت الإرهاب وأدخلتهم إلى الأراضي السورية. هم أبناء سوريا الذين يعبرون عن حبهم وولائهم لوطنهم لتبقى سوريا عزيزة قوية بتلاحم أبنائها. تأتي أهمية هذه الوقفة الوطنية للتأكيد على اللحمة الوطنية التي امتاز بها الشعب السوري عبر التاريخ والوقوف تحت سقف السيادة الوطنية السورية. أنس طوبان لإخبار التلفزيون السوري، دمشق.